أنا فرحانة اليوم يعني بالمشاركة ديالي هنا في معرض الدولي للكتاب والنشر، وبالأخص هنا في رواق مجلس الجالية المغربية بالخارج. وجيت باش نقدم روايتي اللي صدرت أخيرا يعني في شهر يناير ديال هاد السنة عند دار نشر ألبان ميشيل في فرنسا. ويعني غادي نلتقي بالقراء ديالي هنايا بكل فرح، وبعد ذلك غنقدم حتى كانت واحد الترجمه ديال الروايه ديالي الاولى السماء تحت اقدامنا عند دار نشر الفاصله هنا بالمغرب. كنكتب بالفرنسيه، ويعني الروايه ديالي الاولى ترجمت من عند دار نشر الفاصله، شيء اللي كيسعدني يعني بواحد الطريقه كبيره. انا كنسكن في مدينه بوزونسون في فرنسا. هذه الروايه اللي يلاه صدرت يعني كتحكي على حياه واحد المراهقه كتعيش واحد المدينه سياحيه، يمكن تكون يعني مدينه مراكش مثلا، وفي التسعينات، وكتبدي على واحد مظاهر العنف اللي ربما كتكون في المجتمع بالاخص تجاه الاطفال وتجاه المراهقين. الرساله يعني هي الحفاظ يعني على البراءه ديال الطفوله وديال المراهقه، وكيفاش يعني تشجيع المراهقين يعني على التعبير على الانفس ديالهم وعلى الاتجاه لبعض الانشطه الفنيه مثلا، باش يكونوا يعني ما يعانيوش من بعض الضغوطات اللي يمكن تكون بالنسبه لهم يعني واحد تمثل واحد العراقيل كبيره ملي يوليو اشخاص يعني ملي يكبروا.